مرحبا، صباح الخير. احنا اليوم في جايتكس 2014. انا اسمي بدر المرشود من قطاع المستهلك. راح اشرح لكم او اقدم لكم ايش احنا راح نوفر اليوم لزوار المعرض. يا ليت لو تتفضل معي على قطاع المستهلك. في قطاع المستهلك احنا نهتم بكل شيء نقدر نوفره لعملاء الجوال وعملاء الهاتف الثابت. فلو حبينا نستعرض بعض الخدمات اللي موجوده لعملاء الجوال، خدمات الجوال المفوتر واللي تحتوي على باقات مختلفة من 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 جوال المفوتر، واللي تعطي العملاء خصائص كثير ومميزات أكثر حسب احتياجهم واستخدامهم من إنترنت ورسائل ومكالمات. انفيجن هو عبارة عن تلفزيون التفاعلي المقدم من شركة الاتصالات السعودية، واللي يحتوي على أكثر من 90 قناة تفاعلية، واللي تسمح للعميل التحكم التام بجميع القنوات، بالإضافة إلى وجود مكتبات تحتوي على أفلام وسيريز ممكن العميل يستفيد منها ويأخذها حسب الطلب. شكراً.